إذن بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في هذا الظرف الاستثنائي، رغم ذلك تحدي كبير، ترفع جامعة كلمة دائما في إطار مناقشاتها التي تحترم بكل صرامة البروتوكول الصحي تجنبا لأي طارئ. اليوم سنناقش من قسم اللغة والأدب العربي كلية الأدب واللغات مع الطالبة لبنى بوخناف، شهادة دكتوراه في الطور الثالث من ميدان اللغة والأدب العربي والشعبة اللغة والأدب العربي، اختصاص علوم اللسان وتحليل الخطاب، مذكرة أو رسالة بعنوان تجليات الأنثروبولوجيا في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني. سعيد جدا بهذه اللقاءات التي يجمعنا العلم فيها، خاصة اللقاءات التي تكون طارئة وتكون جميلة جدا مع أسماء رائعة، مع ضيفنا العزيز من جامعة باجي مختار البروفيسور صالح ولعه، مرحبا بك سيدي، مع الدكتور على يساري كذلك السيد الأستاذ محاضر ألف إبراهيم من جامعة 8 ماي، وعلى يميني الأستاذتين دكتورة أستاذ محاضر ألف نادية موات، مرحبا بك أستاذتي، والمشرفة البروفيسور وردة معدي، مرحبا بك عفوا. إذن في دقائق معدودات نحيل الكلمة للأستاذة المشرفة لتقدم لنا الطالبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي خلقي أجمعين. أشكرك سيد رئيس الجلسة الأستاذ والزميل عبد الغني خشة. بداية أرحب بأعضاء اللجنة الموقرة الزملاء الأفاضل، وأشكرهم على الحضور، وخاصة الأستاذ ولعة الذي جاءنا من جامعة عنابة، فنرحب بك أستاذي الفاضل في جامعتنا. أشكر اللجنة كذلك على قراءة هذا العمل، وأيضا نحمد الله على سلامة الجميع، فنسأل الله العفو والعافية وأن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. بداية أقدم الطالبة، فالطالبة لبنى بوخناف من مواليد 22/4/1991 بواد زناتي. بدأت مسيرتها العلمية في مسجد العتيق، ثم التحقت بالمدرسة الابتدائية، وختمتها بحصولها على شهادة التعليم الابتدائي، ثم بعد ذلك التحقت بمتوسطة حمودي ضرباني، وحصلت على شهادة التعليم المتوسط بتقدير جيد. انتقلت بعدها إلى الثانوية، ثانوية حشاش محمد العيد، وتكللت بالنجاح بحصولها على شهادة البكالوريا دورة 2010 شعبة الآداب والفلسفة بتقدير جيد. انتقلت بعدها إلى جامعة 8 ماي 1945 بجالما لمواصلة تعليمها الجامعي في تخصص الأدب العربي، وتحصلت على شهادة الليسانس سنة 2013. واصلت دراسة الماستر أو التحقت بقسم الماستر تخصص تحليل الخطاب، وتحصلت على شهادة الماستر سنة 2015. ثم بعد ذلك بسنة شاركت في مسابقة الدكتوراه بعنوان علوم اللسان وتحليل الخطاب، وكانت من إحدى الناجحات في هذه المسابقة. واختارت بعدها الخوض في غمار اختارت خوض غمار البحث في موضوع أنثروبولوجيا الأدب من خلال هذا العنوان تجليات الأنثروبولوجيا في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني. أنجزت خلال هذه المرحلة العديد من النشاطات والمشاركات العلمية المتنوعة، أبرزها المشاركة في الملتقيات الدولية، من أبرزها الملتقى الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية بتركيا بمدخل عنوانها الخطاب الروائي العربي تجليات الأنساق الثقافية ودلالتها في رواية الأسود يليقو بك، أيضا مشاركة في الملتقى الدولي الأول للقصة والرواية بالمغرب بمداخلة عنوانها آليات ودلالات تعالق الأجناس الأدبية في الرواية الجزائرية، أيضا مشاركة في ملتقى دولي موسوم بتمكين المرأة ودورها في عملية التنمية المستدامة بتونس بمداخلة عنوانها تمكين المرأة الجزائرية في مجال التربية والتعليم،
أيضا ملتقى دولي آخر عنوانه التكوين النوعي لطلبة الدكتورة في اللغويات منظم بجامعة الشلف، ثم ملتقى دولي سادس أو ملتقى دولي في جامعة غانما في الأدب والمنهج. أيضا شاركت في ملتقيات وطنية، من بين هذه الملتقيات أذكر أزمة النقد الأدبي من جذر المناهج النقدية إلى نظريات القراءة والتأويل، في أيضا ملتقى وطني عنوانه آليات تحليل الخطاب السردي الروائي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة بمداخلة عنوانها التحليل الأنثروبولوجي للخطاب السردي، ملتقى وطني عنوانه اللغة الخاصة في البحث العلمي وحقول المعرفة المختلفة بمداخلة عنوانها لغة الخطاب الإعلامي الإلكتروني في ضوء نظرية الاتصال، إذن هي أعمال علمية متنوعة. أيضا للمترشحة أو للطالبة عدة مقالات منشورة في مجلات وطنية، أذكر من بينها مجلة اللغة الوظيفية منتمية إلى جامعة الشلف بعنوان مقال بعنوان التحليل الأنثروبولوجي للخطاب السردي، مقال منشور في مجلة حوليات جامعة غانما للعلوم الاجتماعية والإنسانية عنوانه تداولية الإشاريات في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني، مجلة مقال آخر منشور في مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات، ومقال آخر أيضا عنوانه أنثروبولوجيا الفكر الثوري في المسرح الجزائري. المترشحة مشاركة أيضا في كتاب جماعي عنوانه تطبيق المنهج التداولي في تعليمية النصوص الشعرية المرحلة الثانوية أنموذجا، وهذا الكتاب منشور في مركز أو صادر عن مركز ابن زهر للبحوث والدراسات في التواصل وتحليل الخطاب بجامعة أكادير المغرب. الطالبة أو المترشحة كانت عضوة في اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي السادس في الأدب والمنهج بجامعة غانما، كما كانت عضوة في اللجنة الوطنية في اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني أيضا الذي نظمته جامعة غانما بعنوان اللغة الخاصة في البحث العلمي، وهي أيضا عضو في مشروع بحث بيغرافي بعنوان خطاب المثقفة في الرواية النسوية المغاربية. هذا كل يعني ما لدي عن هذه عن الطالبة، كل التوفيق إن شاء الله. شكرا بروفيسور وردة معلم. الآن نعيد القط إلى الطالبة لتقدم لنا ورقتها البحثية ملخصة. وأشكرهم لقبول مناقشة هذه الرسالة واهتمامهم بالنظر فيها على كثرة انشغالاتهم وضيق وقتهم. أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. أما بعد، يمكن قول أنه أغلب أن نقطة ارتكاز أغلب الدراسات الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو حتى النفسية هو الإنسان باعتباره محور الكون وأحد أكثر الكائنات إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل حياته الثقافية والاجتماعية في إطار صلته بالمجتمع الذي يتعايش معه. وقد انتقل الاهتمام بدراسة الإنسان إلى مجال الأدب على اعتبار أنه أحد أكثر الأساليب التعبيرية التي رجعت إليها الشعوب للتعبير عن واقعها، ولعل التركيز على هذه الخصوصيات بالذات تمثل الأهمية الأساسية في بحثنا على اعتبار أن المقولات الثقافية والاجتماعية التي ينطلق منها الأنثروبولوجي في دراساته الميدانية هي نفسها المنطلقات التي تثير الروائي في عمله الأدبي، لأنها ببساطة تجسد السياقات خارج النصية لعمله، وهو ما يظهر جليا في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني الذي قدم نموذجا حيا عن الخصوصية الثقافية والاجتماعية لطوارق الصحراء، محولا مسار الدراسة من البحث الميداني إلى مجال السرد الأدبي، وهو ما جعل خطابه الروائي أكثر انفتاحا على قضايا
هامة تمس خصوصية وهوية مجتمعها الأصلي أي مجتمع الطوارئ. انطلقت في بحث الإشكالية الأساسية فرضتها طبيعة البحث تتمحور حول الانشغال الآتي: كيف تجلت المضامين الأنثروبولوجية في الخطاب الروائي؟ وقد انبثق عن هذه الإشكالية الأساسية العديد من التساؤلات الأخرى التي مست مختلف جوانب بحثي. انطلقت أيضا من محاولة تحقيق نقاط أساسية تمثل الهدف الرئيسي من البحث، أبرزها تبيان أهمية القراءة الأنثروبولوجية في استنطاق مضمرات الخطاب الروائي، وكذلك إلقاء الضوء على الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الطوارئي إلى جانب الأنساخ ورجوع القيم المضمرة داخل رواياته، على أساس أن الرواية في كثير من الأحيان هي النموذج الأمثل لمعالجة قضايا الإنسان والوجود والعالم الآخر، خاصة رواية الكون التي تتسم بطابع فلسفي جمال يلامس حتى أصل التفاصيل. وهو ما دفعني حقيقة إلى محاولة الانفتاح على قضايا هامة تبناها خطابه، على تأكيدا على مقولة أن الأدب ليس مجرد حالة إبداعية جمالية فحسب، إنما هو ظاهرة أنثروبولوجية من شأنها احتواء الواقع الاجتماعي، خاصة في ظل قلة الدراسات الأنثروبولوجية التي ألقت الضوء على الخصوصية الثقافية والاجتماعية لطوارئ الصحراء من جهة، وأيضا قلة الدراسات الأنثروبولوجية لخطاب الروائي من الناحية التطبيقية من جهة أخرى. قسمنا فصلنا إلى أو بحثنا إلى خمس فصول مسبوقة بمقدمة ومدخل ومذيلة بخاتمة بالاعتماد طبعا على المنهج الأنثروبولوجي. المدخل أردت من خلاله إشارة إلى أبرز الدراسات السابقة التي أنارت لي طريق البحث واستفدت من النتائج التي توصلت إليها وانطلق بحثي منها. لكثرتها فقط سأقتصر على ذكر أبرزها، منها مخطوط رسالة دكتوراه للدكتور عمرو صبحي الفعوري بعنوان إبراهيم الكوني أنثروبولوجيا. استفدت أيضا من مخطوط دراسة دكتوراه للدكتور وردة معلم بعنوان تقنيات السرد في رواية إبراهيم الكوني مقاربة دنيوية. استفدت أيضا من مخطوط رسالة دكتوراه للدكتورة عجلة لعبر بعنوان أسطورة التكوين المظاهر والتجليات دراسة رواية الكوني. أيضا استفدت من مخطوط رسالة دكتوراه للدكتورة مليكة سعدي بعنوان الصحراء والأسطورة في رواية إبراهيم الكوني مقاربة أنثروبولوجية، وغيرها من الدراسات الهامة التي أضاءت ولو جانبا من جوانب البحث. كذلك انتقلت أو خصصت المدخل لتوضيح بعض المصطلحات الأساسية من أبرزها الأنثروبولوجيا التي حملت مدلولات التنوع والشمولية، وقد اتفقت أغلب التعريفات على أنها علم الإنسان أو علم دراسة الإنسان سواء من نواحي حياته المادية أو حتى الروحية، كما أشرت في نفس الوقت إلى أبرز فروعها سواء متعلقة منها بدراسة جوانب بيولوجية للإنسان أو حتى النظم السياسية والاجتماعية التي تضبط مسار حياته. وقد تم اختيار هذه الفروع على سبيل الذكر للحصر، لأن هناك طبعا فروع أخرى للأنثروبولوجيا لم تتم الإشارة إليها من خلال البحث. وخصصت القسم الأخير من المدخل لإلقاء الضوء على نقاط التعلق بين المجالين الأنثروبولوجي والأدبي، خاصة في طريقة تعاملهما مع المظاهر الثقافية والاجتماعية التي تشكل أركان قيام دراسة شاملة للكائنات البشرية. ثم بعدها انتقلت في أو حاولت من خلال الفصل الأول المعمم بشخصية البطل في الخطاب الروائي إبراهيم الكوني إبراز جمالية خطابه من خلال التركيز على شخصية البطل سواء في علاقته مع مكونة البنية السردية من جهة أو حتى لما يتصف به من مقومات ملحمية أسهمت حقيقة في انفتاح الخطاب الروائي على العديد من المدلولات والقيم الأسطورية والدينية وكذلك الإنسانية. أيضا حاولت من خلال الفصل الأول إلقاء الضوء على تحول أو كيف تحول بطل رواياته خاصة من خلال هيمنة تيمة الموت إلى بطل نموذجي أو بطل مثالي، وهو ما أسهم حقيقة من خلال توظيف هذا البطل تحديدا في انفتاح الخطاب على العديد أيضا من المدلولات والقيم الإنسانية. ثم بعد ذلك أشرت أيضا إلى كيفية تعالق شخصية البطل مع مكونات البنية السردية من الزمن الدوري والأمكنة وكذلك الأحداث، وهو ما أسهم في فتح أفاق تأملية عديدة جعلت عملية التلقي أكثر تشويقا وإثارة. عالجت في الفصل الثاني الموسوم بتقاسي الأنثروبولوجي لعناصر البيئة الصحراوية قضية تأثير البيئة في الإنسان الطوارئي سواء من خلال تكيفه مع محيطه أو حتى من خلال تعامله مع كل ما
يبحث به من العصر، باعتبارها احد اهم المسائل التي تثيرها الدراسات الانثروبولوجيه والتي تعاملنا معها في الفصل الثاني لا بواسطها جغرافيا جامده صماء، انما كمتنفس عبرت من خلال الشخصيات عن تيمة القلق الوجودي في كنف الصحراء بين صمتها الموحش وملكوتها الخالد، خاصه في اطار الكون بين الخلفيه الانثروبولوجيه والاسلوب الادبي. حاولت من خلال الفصل الثالث المعنون بتجريات الانثروبولوجيا في الخطاب الروائي الانثروبولوجيا الثقافيه والاجتماعيه في الخطاب الروائي لابراهيم الكوني القاء الضوء على خصوصيه الهويه التوارقيه من خلال ايضا التركيز على معطيات او مباحث اساسيه ابرزها خصوصيه التسميه، النظام السياسي والاجتماعي، انظمه القرابه والزواج، اللباس، الحلي، الطعام وغيرها من المظاهر الاخرى التي اثارتها ايضا الدراسات الانثروبولوجيه والتي تحولت الى عامل اساسي في روايات الكونية، شانها شان بقيه العناصر الاخرى، والتي اراد من خلالها التذكير بانها ليست مجرد مظاهر انثروبوثقافيه انما هي جزء من حياه الانسان التوارقي. حاولت كذلك من خلال الفصل الرابع المعنون ب تجليات الفكر الاسطوري في الخطاب الروائي لابراهيم الكوني القاء الضوء على تجذر الفكر الاسطوري لدى توارق الصحراء سواء من خلال تعاملهم او حتى سيرتهم بكل ما يتصل بواقعهم من تغيرات وتقلبات بيئيه ومناخيه وجيولوجيه في اطار ما اسميته اساطير الخلق والبدايات او حتى فيما يدرج في خانه اساطير الفكر الشعبي تلك التي تستقي مادتها من مجموع الممارسات والمعتقدات والمعتقدات الشعبية والتي تشكل حقيقة أهم أركان قيم الثقافة الشعبية التوارقية المبنية على مبدأ الصراع من أجل الوجود والحرية وكذلك الخلود. وحاولت في الفصل الأخير المرسوم بأنثروبولوجيا الدين في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني التركيز على البعد الديني لدى توارق الصحراء من خلال اعتماد مبحثين رئيسيين، بحث الممارسات الدينية الشعبية من خلال القرابين والنذور إلى جانب مبحث الفكر الصوفي الذي حاولت من خلاله حقيقة التذكير بسمة التنوع الكبير في الممارسات الدينية لدى هذه القبائل بين المعتقدات الوثنية وتعاليم الإسلامية وكذلك الفكر الصوفي والتي تحولت إلى منتج فعلي في دانية السرد على أساس أن العودة إلى المقدس هي عودة إلى الأصل حيث يتجدر أو يزداد حنين الذات التوارقية إلى النقاء والطهر الخالص إلى النقاء والطهر الخالص. اعتمدت في بحثي كذلك على مجموعة من المصادر والمراجع الهامة التي أعانتني على إنجازها أبرزها دراسة لعيد أبلاد بعنوان أنثروبولوجيا الأدب دراسة أنثروبولوجية للسرد العربي. استفدت أيضا من دراسة بسيط حسين بعنوان أنثروبولوجيا الأدب دراسة الأثر الأدبية على ضوء علم الإنسان. كذلك كتاب هام جدا لكلود ليف ستراوس بعنوان أنثروبولوجيا البنيوية. استفدت أيضا من كتاب أو دراسة هامة لسعيد الغانمي بعنوان ملحمة الحدود القصوى المخيل الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني. وأيضا دراسة جد هامة لجيلبرت دوروم عنوان الأنثروبولوجيا رموزها أساطيرها أنساقها وغيرها الكثير من الدراسات التي أضاءت لي جوانب عدة وساعدتني في إنجاز بحثي. يمكن القول في الختام أنني قدمت قراءة متواضعة لتجليات الأنثروبولوجيا في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني والعمل في النهاية هو مجهود بشري يستحيل كماله، فما كان من توفيق في ذلك فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من تقصير فما قصرنا على العمد. وهذا عملي المتواضع الذي أرجو فيه القبول أضعه بين أيديكم لتصحيح الخطأ وتقويم المعوج وبيان الرأي والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله.